ربنا سبحانه وتعالى قال فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أنه ده افتراء على الله سبحانه وتعالى وقول عليه بغير علم وبغير هدى من الله سبحانه وتعالى وبغير برهان ولا دليل من قرآن أو سنة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. شوف ربنا توعد والمعتدي له العذاب الأليم في الآخرة، والمتجرع على الله سبحانه وتعالى بغير علم جعله الله في منزلة أخس من منزلة المشركين، وهنا وصفه الله سبحانه وتعالى بالخسار ونفى عنه الفلاح، فلا يمكن أن يفلح حتى لو كان يطلب العلم أمام الناس، فإنه لن يفلح لا في طلب العلم ولا في غير طلب العلم، لأنه تعجل الشيء قبل أوانه. والقاعدة الشرعية أن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال ابن كثير رحمه الله ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. وقال السعدي رحمه الله أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه سبحانه وتعالى. قال القرطبي بعد أن ذكر هذه الأقوال أسند الدارمي في مسنده عن الأعمش قال سمعت إبراهيم وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام، ولكن كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. وده يا أخواننا من شدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى ومن شدة تحريهم للحق ولعلمهم أنهم مسؤولون عن فتواهم،